حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول يا رياض. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة فريمد. في هذا الفيديو راح نكملوا سلسلة حياة رياض محرز فيفا 2022. ان شاء الله في هذا الفيديو عندنا مباراة خرافية واسطورية جدا قوية جدا، ليستر سيتي، تشيلسي، باريس سان جيرمان، ارسنال، العديد من المباريات الرائعة والنارية جدا. لهذا شاهدوا هذا الفيديو للاخير، وقبل ما نبدا لا تنسوا ان تدعمونا باللايك، الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات، ويلا بينا نوصلوا هذا الفيديو الى 1000 لايك، يلا 500 لايك فحسب. المهم يا جماعة دعوني لا أطل عليكم، يلا بينا Let's go. أوكي يا جماعة، في أخبار إي رياض محرز يسجل هدفين في الفوز الذي حققه مانشستر سيتي على توتنهام. أوكي يا جماعة، عندنا مباراة اليوم ضد نورويتش سيتي. أوكي يا جماعة، نتخطوا هذه المباراة ضد نورويتش سيتي. فوز تعادلنا 1-1، شيء مؤسف. للتذكير يا جماعة، إحنا محتلين المركز الثالث بأربع نقاط، متخلفين بنقطتين عن ويست هام وليفربول. اليوم مباراة ضد أرسنال، السيتي ضد أرسنال، احنا في مركز الهجوم رأس حربة. رياض محرز يلعب كرأس حربة ضد أرسنال. واو، أجواء رهيبة على ملعب الاتحاد قبيل مباراة السيتي ضد أرسنال. مباراة إثارة، مباراة قمة تعيد بالكثير يا جماعة الخير. يلا مهام التي سيعطينا اياها بيب غوارديولا، اكمل 10 تمريرات في ملعب الخصم واستحواذ 55% بالنسبة للفريق وتنقيط 8.5. يلا بسم الله. اي اي اي، كارفاخال انتقل الى السيتي. تسديدة ولكنها بعيدة من بارتي. لرياضة يا ستيرلينغ يا غبي. واو حكم، تسلل رياض. يا رياض، ماذا به غوارديولا؟ برناردو كرة. اي رياضة يا ونهاية الشوط الأول 0-0 بين الفريقين. وبداية الشوط الثاني، رياضة جول برناردو سيلفا البرتغالي، يفتتح باب التسجيل. يا سلام يا سلام، واخيرا 1-0 لصالح السيتي. هذه كره خطيره لارسنال، مزاد خطيره والدفاع حكم يعطيه بطاقه حمراء. مباراة قادمة أمام ليستر سيتي يا جماعة الخير، مباراة قمة أيضا. محرز سيواجه فريقه السابق ليستر سيتي. تسديد
اوكي يا جماعة التقييم ما زاد سيء، 7 لازم 8.5. الحمد لله الكرة تم صدها بنجاح. اوه ايدرسون مورايش كرة، الحمد لله في الشباك الخلفية. يا الله جول، تمريرة حاسمة وأخيرة برناردو سيلفا يسجل الثنائية له ولفريقه السيتي. يا سلام، كرة خطيرة لأرسنال. بارتي وحارس إيدرسون، لا 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 غبي 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 هذا اللاعب. من هذا الذي رشح لل خطيره 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 خطيرين والله خطيرين. التسلل التسلل، كرة هذه كرة هذه كرة هذه والله محرز، محرز تعبان. الحمد لله. يلا يلا بعد الكرة يا غبي، هو نهاية المباراة. الحمد لله فزنا 2-1، لكن بالنسبة لي أداء سيء، بالنسبة لرياض محرز أداء سيء، ومطالب بيب غوارديولا لم يتم تحقيقها. اوكي يا جماعة اقتربنا من نهاية الميركاتو الصيفي، الى حد اللحظة لا يوجد اي عروض، يوجد اي عروض لرياض محرز. اذا انتهاء الميركاتو الصيفي وسنبقى في السيتي لموسم اخر. اوكي يا جماعة صعدنا للمركز الثاني بسبعة نقاط، متأخرين بنقطتين فقط عن ليفربول صاحب التسع نقاط. اليوم يا جماعة عندنا مباراة ضد ليستر سيتي، مباراة لرياض محرز ضد ناديه السابق ليستر سيتي. مشاهدي الكرام مرحبا بكم في مباراة اليوم بين ليستر سيتي ومانشستر سيتي. الآن لنرى مهام بيب غوارديولا، تجنب الخسارة، سجل ما لا يقل عن هدف من خارج منطقة الجزاء، وتنقيذ 8.5، يعني التسديد من بعيد يا جماعة. رياض نسيت من خارج منطقة الجزاء. رياض محرز، رياض بعيدة بعيدة يا رياض بعيدة، قوة زائدة عن الحد. لا 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 لا، انطلاقة انطلاقة. حكم رياض، تسلل تسلل يا ستيرلينج. رياض يا 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 بيتر شمايكل، واي يا يا، خطيره 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 خطيره، لكنها بعيده، تسديده بعيده. بريندر روجرز غاضب من هذه التسديده الغبيه. تسلل تسلل تسلل، سجلوا ماديسون، يسجل هدف الاول لليستر سيتي على مانشستر سيتي. رياضة يا 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 يا، ما كانش تلك القوة اللازمة. نهاية الشوط الأول 1-0 لصالح ليستر سيتي على حساب مانشستر سيتي الضيف. بداية الشوط الثاني لفريق ليستر سيتي كان دقيق في هذه الصفقة، حدد الهدف، متابعة، مراقبة جيدة، كرة الثانية في متناول حارس المرمى. كيفن دي بروين، يا دي بروين يا دي بروين،
تمريرة عالية في منتهى الجمال. رياض محرز. رياض يا يا يا. أرضي وبعيدا عن جماهيره. طبعا مع الدخول في أجواء الدوري. يو رياض. قصية من رياض لم تضبط معنا. يا 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 ما تيب 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 فيدرسون. خطيرة خطيرة إيدرسون. يلا حمار يا ستيرلينج. كرة رياض. مباراة كبيرة يقدمها. يا 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 يا. نهاية المباراة خسرنا 1-0 بهدف ماديسون في مرمى السيتي. السيتي يبتعد عن صاحب المركز الأول ليفربول ويخسر 3 نقاط مهمة جدا. بداية دوري الأبطال يا جماعة، السيتي مع رياض محرز في دوري الأبطال. اليوم يا جماعة الخير عندنا مباراة ضمن دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، وبالطبع المجموعة تعرفونها مانشستر سيتي باريس سان جيرمان إر بي لايبزيغ وكلوب بروج. يلا بينا فلنبدأ أول مباراة ضد بي إس جي. ليالي الأبطال، ليالي على ملعب الاتحاد بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي يا جماعة الخير. مباراة تعد بالكثير. رياض محرز ينتظر المهام التي قالها له بيب غوارديولا. لك استغلال 65% من الفرص، نفذ تمريرة حاسمة وتقييم 7.5. غوارديولا غير راضي على أداء رياض محرز الذي لم يؤدي كل مطالباته في المباريات السابقة. كرة، هذه التمريرة حاسمة. يا كيفين دي بروين هذه لا تضيع. يا ميسي لامبابي ميسي جول تسلل. ميسي ومبابي فرحانين كثير جدا. يلا جول جول ما غبي. يا الحمد لله. وصلت لميسي. ميسي راوغ ميسي. يا الله ما هذا اللاعب. كانت رائعة من رياض محرز، فكرة جيدة. ميسي الحمد لله. نيمار راح يسجل الحمد لله. إيدرسون ما راهيش في المكان المناسب. بكل سهولة. تسلل ستيرلينغ الغبي. 0-0 نتيجة سلبية. غوارديولا غير راضي وغاضب جدا لأنني لم أقدم ما طلبه مني. والحارس يتدخل. يلا تسلل. لا يا حمار رياض.
رياض والله ما حبت والله لا تريد أن تدخل الشباك. يلا سدد سدد. يلا يلا سدد. جول 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 برناردو سيلفا. يا سلام. يحزن بيب غوارديولا الفرحان. A few minutes later. بابي فاينالدوم فاينالدوم يسجل. ياهي فرحة لم تدم. لا تلعب بالنار يا بني. والله ما كنت متوقع اني مررها لي. لا 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 لا. ميسي سجل في هذه. ما سجلها ميسي. والله غوارديولا غاضب جدا. غوارديولا غاضب يا جماعة. اوكي جماعة ولا شيء، حققنا من مهام بيب غوارديولا. اوكي يا جماعة تراجعنا للمركز الخامس بسبعة نقاط، فرق خمس نقاط عن ليفربول المتصدر. اوكي يا جماعة اليوم عندنا مباراة ضد ساوثهامبتون ان شاء الله. اوكي لماذا يدخلني كرأس حربة؟ لماذا يا غوارديولا لماذا؟ مشاهدين الكرام اينما كنتم اهلا وسهلا ومرحبا بكم عشاق كرة القدم في مباراة اليوم بين مانشستر سيتي وساوثهامبتون على ملعب الاتحاد ضمن الدور الانجليزي الممتاز البريمير ليج. مثل ما تشاهدون هذه مهام المباراة، تسجل هدفين على الاقل، نفذ تمريرة حاسمة وتقييم 8.5. مهام تعجيزية لبيب غوارديولا لرياض محرز. رياض يلا يلا سدد 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 عمار. رياض ما هذا الهدف الرائع والخرافي. يا الله بوم 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 بوم. فجرها تفجير رياض محرز يفجرها. ولا لا ولا لا، حتى وين يسكن الشيطان حطها في الجول يا رياض. ليش ليش تغضب؟ لماذا تغضب؟ رياض رياض كنت أعيد نفسك نفس الهدف. أحكم أحكم رياض رياض. يلا اوه حركة رائعة. حكم اعطي بطاقة حمراء بطاقة حمراء. دي بروين دي بروين دي بروين. سجلوا تعادل. استغلوا نقصهم العددي من اجل التسجيل. العكس يا ستيرلينغ الغبي.
والله كره لحياتي ما في هذا السيتي. والله محرز كره حياته في هذه السيتي. نهاية الشوط الأول 1-1، للأسف الشديد لم نستغل نقصهم العددي. بعيدة يلا برناردو سيلفا يلا بعيدة. اوه كانت رائعة والله، إذا كانت رائعة. كرة جول أحمر، سدد دي بروين، دايما أنا عطيت له الكرة ما سددها، كانت هناك مساحات. دي بروين دايما يضيعنا، دائما ضيعنا دي بروين. نسمي دي خروين. تسلل برناردو، لا مطلع. لو مررتها في الأول كان أفضل. خطأ، هذا لازم نستغلوه. لماذا دائما دي بروين؟ لماذا؟ والله قلت لكم دي خروين وليس دي بروين. يا حمار والله يا جماعة راح أطلب الانتقال. يو يلا يلا هذه كرتنا. يلا سأجن هذه كرة تضيع. والله ضيعونا. نهاية المباراة 1-1 بين مانشستر سيتي وساوثهامبتون. أنا غاضب يا جماعة، لن أكمل هذا الفيديو يا جماعة. إذا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، وأتمنى الفيديو عجبكم. شكرا لمن شاهد الفيديو الأخير، شكرا لمن وصل إلى هذا التوقيت، شكرا لكم. أتمنى الفيديو عجبكم، أعطونا آراءكم وتعليقاتكم في قسم التعليقات. والله يا جماعة أنا زعفان كثير، غضبان يا جماعة. السلام عليكم، اعتنوا بأنفسكم.